هذا الغني الدهدو رسام كاريكاتير مغربي. احنا اليوم في مشروع ماريناتون. ماريناتون هو واحد المشروع مخصص لرسم الكاريكاتير لزوار مارينا باي طنجة. الهدف منه هو تنشيط الفضاء ديال مارينا وتقريبا يعني اعطاء واحد النوع ديال الألفة مع المكان وتنشيط المكان بالفن، فن الكاريكاتير. وهذه المسألة كانت غايبة على فضاءات طنجة وفضاءات المغرب تقريبا كلها. حاولنا ما امكن اننا نقربوا الكاريكاتير للمواطن، وعندنا واحد التجربه وواحد الخبره من خلال المهرجانات اللي عملنا ومن خلال الملتقيات الفنيه اللي ساهمنا فيها، واكتشفنا على ان المواطن المغربي عموما يعشق الكاريكاتير ويحب ان يرى صورته بصيغه المبالغه. طبعا طبعا كاينه واحد الفئه اللي كتبغي الصوره ديال الكاريكاتير. حنا لحدود الان التجاوب كاين موجود، يعني كاينه واحد النسبه كبيره توصلنا بالطلبات ديالهم ديال رسم الكاريكاتير. نقوم بتصويرهم بالهاتف وبعد ذلك نرسمهم لنعيد اليهم الرسم ديالهم الكاريكاتيري. كاين واحد التجاوب طيب مع المواطنين. المشروع غادي يستمر الى حدود 15 سبتمبر. معكم الفنان محمد سعداني رسام كاريكاتير. نحن الان في فضاء مارينا باي بطنجة، فضاء جميل جدا مطل على البحر. نحن الان كذلك في مشروع ديال ماريناتون اللي هو عبارة عن مشروع فني يهدف إلى تقريب فن الكاريكاتير البورتري من الجمهور من خلال فن المبالغة وفن التشويه. والحمد لله لقى واحد الاستحسان وتجاوب كبير مع الجمهور وخصوصا مع الساكنة الطنجوية. كما أدعو الجميع لزيارة هذا الموقع وتشرفونا إن شاء الله بالحضور ديالكم والدعم ديالكم والمساندة ديالكم، وشكرا لشوف تي في. بالنسبه للتقنيه ديال الرسم، كاينين بعض الجمهور اللي كيفضل الطريقه التقليديه في الرسم، الرسم على الورق، وكاين الجمهور اللي كيفضل الطريقه الجديده، الطريقه الرقميه، يعني الرسم على الحاسوب. كاين بعض الناس اللي كيفضلوا الطريقه التقليديه اللي انا شخصيا كنعتبرها بليز ارتستيك، هي مفضله عندي. وكاينين البعض الاخر كيفضل الطريقه الرقميه اللي كتكون فيها الالوان كيكون فيها شويه لي كولور ارتيفيسيال. ابراهيم مشطاط، فنان تشكيلي مدينه طنجه وناقد جمالي. اول ملاحظه هو طبعا خصنا نعرفوا بلي هذا مشروع كيجي في اطار واحد القفزه نوعيه اللي كتعرفها مدينه طنجه، من ناحيه البنيه التحتيه، من ناحيه ديال واحد المجموعه من الاشياء داخله في واحد المسار ابداعي كيبدا بالترميم ديال المدينه العتيقه وانشاء مارينا الى اخره. وهذا المشروع هذا كيجي في السياق اللي هو مشروع حداثي، مشروع جديد في اطار تقريب المواطن وتقريب المواطن البسيط بصفه عامه من موضوع الكاريكاتير. لان الكاريكاتير بالنسبه للانسان فهو كيبقى واحد الحاجه اللي هي كما كنقولوا مثلا فوق، يعني ماشي ضروري يعني كماليه، ولكن هذا المشروع هذا جا باش يحسس هاد الناس بلي هاد الكاريكاتير كيبقى واحد المساله اللي هي ممكن مواطن بسيط يستمتع بها. فهاد المشروع ايضا خصنا نعرفوا بلي هو اول مشروع كاريكاتير لرسم البورتريات الكاريكاتوريه في على حد علمي في المغرب. طبعا كانت مجموعه من التجارب اللي كانت داخل ديمول، اما في الهواء الطلق فهو كيبقى تقريبا اول مشروع من هذا النوع ديالو. وطبعا هذا بالاضافه لهذه الاشياء هذه فهو غادي يقرب هذه الماده او هذا المجال بصفه عامه من المواطن، وغادي يبسطوا هذه المفاهيم هذه. وشكرا.